السلام عليكم. نسمع كل يوم تقريباً عن التقنيات الجديدة والشركات الناشئة والمشاريع الضخمة التي ستغير العالم، ولكن كم منها مصمم ليصبح حقيقة واقعة؟ حرفياً القليل. اليوم نقدم لكم أفضل المشاريع الضخمة المفيدة والتي لم يتم تنفيذها بالكامل. مدينة ذا العين. منذ وقت ليس ببعيد قدم أمير المملكة العربية السعودية للجمهور مشروعاً ضخماً مثيراً للاهتمام، مدينة ذكية بمستوى جديد. وفقاً للمشروع، المدينة ستكون على شكل خط مسطح من الساحل إلى الداخل لمسافة 170 كيلومتر. في الوقت نفسه يشير المشروع ضمناً إلى عدم وجود زحام السيارات، حيث تفترض المدينة الذكية الجديدة ثلاثة مستويات أرضية للمشي والحياة، ويجب أن يوفر مستويات تحت الأرض لحركة مرور الركاب والبضائع. الانتقال من جزء من المدينة إلى آخر سيكون في غضون 20 دقيقة، لكن الفكرة الرائعة تحطمت أمام النقص في الأموال اللازمة لتنفيذها. برج لولبي في دبي. الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى لم تستطع مقاومة مشروع طموح إلى حد ما. هذه المرة قرروا تحطيم رقم قياسي آخر وبناء أطول مبنى في العالم، ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع البرج حوالي 1400 متر، لكن تقريباً بعد بناء الأساسات توقف المشروع. وفقاً للرواية الرسمية كان الوباء هو السبب، ومع ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المشاكل التقنية ربما كانت السبب. فهل من الممكن من حيث المبدأ بناء مثل هذا الهيكل الآن؟ أو هناك حاجة إلى تقنيات أخرى لا تزال غير معروفة لنا؟ جزيرة ذكية. إذا تحدثنا عن دبي السياحية فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أرخبيل، الجزر الاصطناعي الشهير. بعد افتتاح جزيرة نخلة جميرة اكتسب المشروع شعبية هائلة، مما شجع أيضا على إنشاء المزيد من الجزر الاصطناعية. فمن الواضح أن المدينة أرادت أن تجعل المنتجع أكثر جاذبية للسياح، لكن منذ ما يقرب من 20 عاماً ظلت الجزر مهجورة، مما أدى إلى وقف تمويل مشروع الجزر الاصطناعية. ولا ننسى أن الهيكل تحت التأثير المستمر للمياه ومستوى سطح البحر والمناخ، مما يستلزم مبالغ طائلة من المال للحفاظ على الأداء الطبيعي للجزر. جسر الحديقة. والآن دعنا ننتقل إلى أوروبا، أو بالأحرى إلى قلب لندن، فقد ألهم أحد أجمل الأماكن على طول نهر التايمز بمشروع لإنشاء جسر آخر في المدينة. جزيرة نباتية جميلة في وسط مدينة كبيرة. في مرحلة التخطيط تم التخطيط لتكلفة المشروع بستين مليون، ولكن بمرور الوقت ارتفع الرقم إلى 280 مليون دولار. هذا في الواقع قرر مصير المشروع، لذلك لم ينفذ جسر الحديقة على الطريق السياحي بعد. تقاطع طرق في الدوحة. المنافسات والمسابقات الكبرى ذات الأهمية العالمية تستلزم دائماً استثمارات مالية ضخمة، لذلك عندما فازت قطر بفرصة استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022 أدى ذلك على الفور إلى الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية الحالية. كان من المفترض بناء تقاطع حديث جديد يضم ثلاث جسور ونفق تحت الماء. ويبدو المشروع مذهلاً، لكن أزمة النفط أدت لتجميد جميع المشاريع غير ذات الأولوية، وحتى إذا تم استئناف البناء كما وعدت السلطات فسوف يستغرق الأمر حوالي 4 سنوات، وبالتالي سيتأخر بوضوح عن بداية البطولة. فندق ريجون. بالمقارنة مع المشاريع الضخمة السابقة، فإن مبنى الفندق يبدو على الأقل كمبنى مكتمل يرتفع 330 متراً فوق المدينة. ولكن في عام 1992 توقف تمويل الفندق، ومنذ ذلك الحين أصبح نصباً تذكارياً لمشروع ضخم لم ينتهي بعد. وفقاً للتقديرات الحديثة لاستكمال البناء يلزم توفير حوالي 2 مليار دولار، والتي لا تستطيع كوريا الديمقراطية تخصيصها. أراد أصحاب المبنى حقاً تحطيم الرقم القياسي العالمي، والذي بالمناسبة تمكن فقط من الحصول على لقب أطول مبنى غير سكني في العالم بدلاً من لقب أطول فندق. جولدن فاينانس 117. والآن دعونا نلقي نظرة على الصين، حيث توجد فكرة طموحة أخرى لم تصبح حقيقة.
ناطحة سحاب جولدن فاينانس 117 صممت لتكون ثاني أطول مبنى يحتل المرتبة الثانية بعد برج دبي الشهير برج خليفة، لكنه لم ينجح. قبل إفلاسها تمكنت الشركة من بناء جزء من المبنى فقط، وبعد ذلك ظل البناء مجمداً ولم يعرب أحد عن رغبته في تنفيذ المشروع الضخم حتى الآن. لذلك على الأرجح كان مصير البرج أن يبقى غير مكتمل دائماً، ومع ذلك المبنى جذاب للمغامرين. سد أورفيل. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يعتبر سد أورفيل أطول سد في الدولة، حيث يصل طوله إلى 325 متراً، وهو ينظم إمدادات المياه في الولاية، حيث يعمل السد منذ فترة طويلة، ولكن بعد الإصلاحات التي أجريت في عام 2013 وقع حادث خطير، أدت قوة المياه وتآكل التربة إلى تحول السد إلى هيكل غير مجدي، وأدى اندفاع المياه والوضع الخطير إلى إجلاء أكثر من 200,000 شخص في اتجاه مجرى النهر. مفاعل. مشروع ضخم آخر غير منتهي يقع في ولاية كارولينا الجنوبية. هنا أرادوا القيام بعمل مفيد وبناء مفاعلين نوويين بجهود مشتركة لثلاث شركات محلية، والتي خصصت 9 ملايين دولار لبناء المنشآت. لكن بعد بدء البناء توقف المشروع نتيجة للتأخيرات المستمرة، فزادت الميزانية المطلوبة بشكل كبير واضطرت الشركات إلى ترك خططها، ولم يتم بناء المفاعلات قط، وتوقف المشروع حتى إشعار آخر. نايبيداو. يمكن لعدد قليل من البلدان التباهي بموقع العاصمة، ولكن في بداية العقد الأول من القرن 21 قررت حكومة ماينمار أن مدينة يانغون لم تعد مناسبة لموقع السلطة. تم بناء العاصمة الجديدة بسرعة في أعماق ماينمار، بالإضافة إلى ذلك تم الحفاظ على سرية كل شيء تقريبا حتى النهاية. بالمناسبة ظلت دوافع البناء غامضة أيضا، سواء كانت الحكومة تخشى هجوما من البحر أو ما إذا كانت تريد حماية العاصمة من التسونامي. ربما حتى أنها استمعت إلى المنجمين الذين يقررون ترتيب الأشياء في هذا البلد، لكن سكان العاصمة السابقة المكتظة بالسكان لم يرغبوا في الانتقال، ونتيجة لذلك كان سكان نايبيداو لا يزيد عددهم عن 1,000,000 نسمة، وأصبحت مثل مدينة الأشباح. مطار سيوداد ريال. يبدو أن بناء مطار آخر لتخفيف حركة المسافرين في مدريد يبدو منطقيا للغاية، وقد تم تعليق أمال كبيرة على المطار الدولي الجديد، وهو ما يفسر وجود أحد أطول المدارج فيه. لكن ما حدث هو أن عدد السياح كان بعيداً عن الأرقام المتوقعة، وكل ذلك لأن المطار الجديد كان يقع على بعد 200 كيلومتر من العاصمة. هذا الفارق الدقيق ضيع كل الجهود والاستثمارات المالية، مما أدى في النهاية إلى إفلاس الشركة. أخيراً، تحويل النهر. مشروع طموح آخر في الصين. على أمل حل مشكلة إمداد شمال البلاد بالمياه، بدأت الحكومة مشروعاً ضخماً تضمن إنشاء 3 قنوات لاستعارة بعض المواد المائية من الجنوب الأكثر دفئاً ورطوبة إلى الشمال الجاف. لكن الصين لم تكن قادرة على تحويل مجرى الأنهار منذ ظهور العديد من الجوانب السلبية والتناقضات. وهنا انتهت فكرة القدرة على التحكم في تدفق المياه. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بتقديم المزيد من الفيديوهات.